مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات برنامج رايك بصوتك. النهارده 7 يناير 2016، كل عام وحضراتكم بخير. ايضا بيوافق يوم 27 من شهر ربيع الاول سنه 1437 هجريا. النهارده مشاهدينا هنتكلم عن تفعيل مقترح لانشاء هيئه سلامه الغذاء، وهو ما اوصى به اجتماع اخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ضروره ان تتمتع الهيئه في الاستقلالية في مراقبة الأغذية. يعني عدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة مشروع قانون بإنشاء هيئة أو جهاز لسلامة الغذاء في مصر عام 2011، وهي بتختص بتحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله، وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعلية وكفاءة الإحكام للرقابة على الأسواق، وتحقيق مستوى مقبول لحماية المستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء في مصر. ده طبعا بيؤدي إلى رفع فرص التصدير للخارج، وبالنظر لظهور وسائل جديدة للغش التجاري وخداع المستهلكين طبعا لتطور تقنيات الصناعة، وإذا ما كشفه الواقع العملي من أن منظومة وهيكل الأجهزة الرقابية والتي بتعمل في مجال الرقابة على سلامة الغذاء لم تعد تتوافق مع ما لحق بهذه الصناعة من التطور المشار إليه، وأصبحت من حيث تعددها وضعف التنسيق بينها وغياب استراتيجية واضحة وفعالة في الرقابة على الغذاء لا تواكب سياسات التطوير الهيكلية اللي اتبعتها العديد من الدول. طبعا أهمية إنشاء هيئة سلامة الغذاء ومجهودات الحكومة الحالية للرقابة على الأغذية، ده اللي هنتكلم عنه النهاردة في حلقتنا من رأيك بصوتك. احنا في انتظار أراكم ومشاركتكم معانا على موضوع حلقتنا، على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أو من خلال الاتصال على أرقامنا اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة للرد على أسئلتنا. وهي السؤال الأولاني بيقول: ما رأيك في مقترح لإنشاء هيئة سلامة للغذاء؟ السؤال الثاني بيقول: ما تقييمك لدور الحكومة في الرقابة على الأغذية؟ السؤال الثالث: مقترحاتك لتطوير منظومة الرقابة على الأغذية في مصر؟ مشاهدينا قبل ما نطلع لفاصل عايزين نفكر حضراتكم بفقرتنا الأخيرة، وهي شكوتك بصوتك، ودي فقرة بنستقبل فيها الشكاوى وبنعرضها على المسؤولين وبنحاول نتابع حلها معكم. خليكم معانا بعد فاصل. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، وموضوع حلقتنا النهاردة عن تفعيل مقترح إنشاء هيئة سلامة الغذاء. هنطلع دلوقتي نتعرف على رأي الشارع المصري في هذا الموضوع ونرجع نكمل مع حضراتكم. ما فيش رقابة حاليا دلوقتي، ما فيش رقابة خالص. أنا بتهيألي العربيات والحاجات دي أكيد مش بتكون واخدة تصريح، بس يعني لازم تكون. لا يعني حتى احنا سمعنا حاجات عن مطاعم وكده، وساعات بيجي تأكيد وساعات بيجي رفض يعني. فبس اعتقد ان هو الطبيعي لو حاجة برخصة لازم تكون يعني وزارة الصحة عليها رقابة. احنا مش هنراقب العربيات الكبدة، احنا ممكن نراقب هي بتيجي منين، لكن عربيات الكبدة هو ذنبه الراجل. هو راجل بيروح يجيب 5 كيلو كبدة يعملهم سندوتشات ويسترزق فيهم، هو بيجيب منين؟ بيجيب من المجزر، نراقب المجزر نفسه. عندنا اكل سيء جدا، مطاعم ما عليهاش رقابة خالص. انا بخاف ادخل اي مطعم، حتى لو مطعم 5 ستارز ادخل اكل منه، مش ضامن الاكل ايه. في تلوث في الاكل كتير، عشان تبقى واخد بالك يعني، مش في الفول بس، في مطاعم فول وطعمية، في مطاعم كباب، في كل المطاعم.
يعني اكبر مطاعم في مصر هنا فيها برضه تلوث، فيها عربيات فيها نظافه جدا 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 واحسن من المطعم اللي هو مترخص. يعني مش كل العربيات ولا كل البياعين في نظافه، في عربيات كتير قوي فعلا مش كويسه، وفي عربيات نظيفه وفي بس بترجع بقى ده كله حسب الضمير. في واحد مثلا عنده ضمير، في واحد مثلا مش، فخلاص بقى ربنا عطاه وكده، فمش فارق معاه بقى ان هو مثلا اشتغل او ما اشتغلش او من الكلام ده كله، بس ترجع للضمير. لو واحد عنده ضمير حتى لو كان شغال كتير قليل هو شغله تمام، مش ماشي على طول على كده. الحقيقة ده كان رأي مواطنينا في الشارع المصري، يعني هم أجمعوا أن في بعض الأماكن بتبقى أماكن كويسة وفيها ممكن الإنسان يتناول فيها الطعام، وفي أماكن أخرى يعني ما بتبقاش على نفس المستوى، وده راجع لصاحب المكان أو الضمير يعني اللي بيطبخ أو ضمير صاحب المكان أو صاحب العربات المتنقلة في الشارع. طبعا احنا نتعرف بشكل مفصل عن هذا عن أهمية إنشاء هيئة لسلامة الغذاء من خلال المداخلة الهاتفية مع السيد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء، إن شاء الله مقرر إنشائها. دكتور حسين مساء الخير. دكتور حسين أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. دكتور حسين، يعني ما هي هيئة سلامة الغذاء؟ يعني هذا المقترح يعني عايزين حضرتك تلقينا الضوء عليه. والله شوف حضرتك، يعني اولا يعني بدايه نحب ان احنا نوجه يعني مش شكر، اكتر شويه من شكر، يعني احلى كلام انا شايف ان انا اقوله لفخامه الرئيس على انه استجاب ان يتعمل في مصر نظام جديد وانشاء هيئه مستقله، وتحت المستقله دي 90 خط لسلامه الغذاء لعده اسباب كثيره جدا، اهمها الحفاظ على صحة المواطن خاصة الأطفال، سواء كانت الصحة الجسدية أو العقلية، لأن في تأثير لتلوث الغذاء على العقل وعلى بناء الإنسان اللي هو العمود الفقري لأي تطور في أي مجتمع. تمام. تأثيره أيضا على خفض النفقات بتاعة الدولة المثقلة في نفقات العلاج على الأمراض المزمنة، لأن برضو كثير منها بيتسبب من التراكم بتاع فساد الغذاء اللي موجود. المنظومة اللي موجودة، يعني لو احنا خدنا السادة اللي هم كانوا علقوا في عند حضرتك كعينة من المجتمع، يتضح لنا عدة نقاط. أول نقطة ان مش بالضرورة ان هم عندهم ثقة في أداء الحكومة في الرقابة على الغذاء، وده اللي هو تداركه فخامة الرئيس في ان هو يعمل انشاء هيئة جديدة لسلامة الغذاء علشان خاطر ان هي تستعيد ثقة المواطن، ودي اهم حاجة ان المواطن يشعر ان الغذاء اللي موجود في السوق غذاء مراقب. هنا اختلفوا على عدة حاجات شوية، اختلفوا على ان احنا هل ان احنا نراقب الراجل بتاع الكبدة ولا ما نراقبوش اللي هو الباع الجائلين. جهاز سلامة الغذاء الجديد هيكون كل شيء تحت الرقابة بجدول زمني، وهيتوقف على بداية على الأغذية عالية المخاطر، الشيء اللي هو بيأثر في عدد كبير جدا وتأثيره كبير بيتم الرقابة عليه حتى نصل إلى أغذية الشوارع. وأغذية الشوارع عليها رقابة في كل الدول، ولو حضرتك كنت موجود مثلا في نيويورك في أكبر شوارع في نيويورك جنب مبنى الأمم المتحدة هتلاقي واحد بيبيع سندوتشات بتاعة سجق اللي هو الهوت دوج، وعنده ترخيص وبيراقب وبيعمل غذاء آمن للمواطن، لا فيهوش أي مشكلة أنك أنت تشتري منه. ده ممكن يتنفذ في مصر، فيش أي مشكلة فيه في تنفيذه. الكلام اللي هم قالوه إن في بعض الناس كويسين وبعض الناس مش كويسين بتتوقف على الضمير، النية والضمير. لا طبعا، إحنا هنا النية والضمير دي حاجة بينك وبين ربنا. تمام. إنما اللي بينك وبين البشر الفعل اللي أنت بتعمله، والفعل اللي انت بتعمله فعل لابد انه يقاس ونعرف نحكم عليه ونعرف نقيمه ونحاسبك لو غلط. فكل الفكر بتاع الرقابة يشمل الغذاء من اول المزرعة. المشكلة الكبرى فين؟ المشكلة الكبرى ان احنا ما عندناش اي نظام من اي نوع على الرقابة على الانتاج الاولي في داخل المزرعة، سواء على الحيوان او على النبات بداية. فبالتالي نحن لا نعلم ان الغذاء اللي احنا بناكله وقت حصاده في كميه تلوث قد ايه، احنا ما نعرفش.
يبقى لازم يكون في الغذاء في داخل المزرعه عليه رقابه فعليه. نيجي بعد عمليه الحصاد، بعد عمليه الحصاد يبتدي بقى اجهزه عديده جدا تبتدي تدعي الرقابه على الغذاء. بعضها بيعمل شويه حاجات، بعضها بيعمل نفس الحاجات، بعض الحاجات ما بيتعملش خالص. يعني لا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا الخمس ست سبع عشر 17 جهه بتعمله. يبقى في حاجات ما بتتعملش نهائيا وفي حاجات بتتعمل عشرات المرات. الحاجات اللي بتتعمل عشرات المرات دي بنصرف عليها فلوس كتير، يبقى احنا بنصرف فلوس على حاجات بنكررها وفي حاجات ما بتتعملش خالص المفروض ان احنا نحط عليها فلوس. المفهوم بتاع الرقابه بقى يرجع الى 60 سنه فاتت. دي بقى المشكله الاكبر بقى. ان انت واقف مع جهاز لا يتطور فكره. ولا يتطور فكره ينعكس على المواطن، لان جزء من تطوير اسلوب الرقابه الحكوميه بينعكس على المواطن في انه يفهم يعني ايه رقابه. فالمواطن مش فاهم لان هي ما بتتعملش. فانت لما بتيجي مثلا على سبيل المثال تلاقي في واحد معلق لحمه في الشارع، ده اجراء خطا. هذا الاجراء الخطا لا يلفت نظر المراقب او المفتش ولا يلفت نظر البايع ولا بيلفت نظر المستهلك، فالجميع شايفينه صح وهو خطا. التشريع ما بيقولش ان ده غلط، يبقى عندنا مشكله كبيره في التشريع. التشريعات اللي عندنا احداثها معمول سنه 66، خلصنا تشريع جديد للغذاء مساير لجميع الانظمه اللي في العالم كلها، لان الغذاء بيتلوث بنفس الطريقه سواء كنت في نيويورك او في جده او في القاهره او في دمشق او في اي بلد في العالم. اسلوب تلوث الغذاء واحد، ملوثات الغذاء واحده. يبقى الطرق ازاي نتعامل معاها في دول نجحت ازاي تتعامل معاها. فاحنا برضو عملنا نفس الاجراءات المسيره للدنيا كلها ازاي احنا نعملها. اخر حاجه نعتمد عليها اخذ العينات. لانك انت لما تروح في مكان وتلاقي المكان ده في منطقه القذاره ما انتش محتاج تاخد عينات. انت محتاج تعمل المكان نظيف الاول. يبقى لما المكان يبقى نظيف الاول ويبقى فيه نوع من الانضباط ونوع من انك انت تنفذ اجراءات السلامه الصحيه للغذاء نبقى ناخد عينات بقى. هنا بقى العينات ممكن تكشف لنا الضمير، لانك ما فيش حد هيخش معاك الحمام يشوفك غسلت ايدك ولا لا. لكن على الاقل يكون في حمام ولازم يكون في صابون ولازم يكون في ورقه بتقول ازاي انك انت تغسل ايدك. لو الحاجات دي كلها مش موجوده يبقى بتاخد عينه ليه؟ ما هو معروف ان الراجل اللي دخل ده ايديه ملوثه. يبقى مش محتاج اخد عينه. يبقى ناخد عينه بعد ما استوفي جميع الاجراءات وبعدين اخد العينات. فالعينات دي اخر حاجه، فالفكر نفسه فكر مختلف. لازم يكون القانون فيه درجات حراره، احنا ما عندناش اي فكره عن درجات الحراره نهائيا. يعني بابسط معايير الانضباط والرقابه على الغذاء درجة حرارة وتوقيت. ممكن جدا يبقى واحد حاطط الحاجة في ثلاجة وبيقفل الثلاجة بالليل عشان يوفر الكهرباء. يبقى في الحالة دي احنا لازم ان احنا نتأكد ان الراجل ده ما طفاش الكهرباء بالليل. كما هتقولي انا اعرفها ازاي؟ هناك وسائل من التقنية الحديثة دلوقتي ان احنا نعرف كل دوت في اساليب الرقابة. مفيش أي حاجة، يعني احنا العلم ادانا وسائل كثيره جدا ما بنستخدمش منها واحد على مليون. طيب دكتور حسين، يعني هل في اليات معينه لتنفيذ، يعني طبعا كلام سيادتك ده كل اللي يعني ان كلنا نتمنى ان هو ينفذ. على 8 سنين اللي فاتت خلصناه. يعني في وحده انشاء الهيئه عملنا كل البدائل للاوضاع الحاليه الموجوده. وهتغطي كافه ارجاء الجمهوريه يا فندم. وهتغطي كافه طبعا، لانك انت كل المواطنين متساويين امام الدستور. يعني احنا بعض يعني ساعات بتطالعنا الصحف يعني على محلات يمكن كلنا بنستخدمها او بنروحها وتكون محلات مشهوره وفجاه بنلاقيها بنستخدم مثلا لحوم فاسده. جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ولابد ياخدوا نفس الدرجه من 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 الاهميه. انما اللي هيحصل ان طبعا انت ما تتوقعش ان احنا دلوقتي في مرحله ما تحت الصفر ان بكره الصبح هتبقى الامور 10 من 10. لا طبعا. هتبقى 10 من 10 على فتره زمنيه محدده بخطه استراتيجيه، بعد 3 شهور هيبقى في ايه، بعد 6 في ايه، بعد 10 في ايه، بعد سنه في ايه، بعد سنه في ايه. فلازم نبدا
بالغذاء العالي المخاطر، ونبتدي نكمل لحد ما نوصل لحد اخر مرحله. بالتاكيد يعني مش هتكون اول مرحله ان احنا نجري ورا واحده ست قاعده بتبيع جبنه قريش بتبيع لعام خمس ست انفار. يبقى لازم نبتدي الاول بالمصانع الكبيره ونبدا بالحاجات اللي هي بتوزع كميات كبيره، ونشوف دائره التوزيع والسلسله بتاعتها ومدى الخطوره بتاعتها. يبقى اللحوم، الالبان، الاسماك، يبقى لازم نبتدي بالحاجات اللي هي تسبب مشاكل للانسان. تمام. طيب يعني يعني متوقع ان حضرتك يعني هذا الجهاز او هذه الهيئه تبدا العمل يعني في خلال قد ايه؟ شوف حضرتك دلوقتي هو اشاره البدء اتطلقت. تمام؟ يعني قال انشئوا هيئه لسلامه الغذاء. احنا عندنا كل مكونات انشاء الهيئه. وقال اعملوا هيئه مستقله. يبقى انهى الخلاف اللي كان موجود بقاله 8 سنين ومعطلها، ان كل واحد يقول لا خلوها تبعي، مفيش حاجه اسمها تبعي. احنا كلنا تبع مصر. فلازم تكون الهيئه دي مستقله وملهاش اي وظائف اخرى غير سلامه الغذاء فقط. هتيجي بقى شويه اجراءات طبعا لازم يطلع بيها قانون. فلازم القانون يطلع. نعم. يبقى نمره واحد. خروج القانون ده مش في ايدي انا. خرج القانون، بعد ما يخرج القانون اول حاجه تتعمل في يوم واحد. هيطلع حاجتين في يوم واحد. هيطلع التركيب بتاع الهيئه الوظيفي، وده اتعمل، هيروح على التنظيم والاداره لاعتماده. وهيعلن القانون الغذائي الجديد. خلال شهرين القانون الغذائي الجديد عليه اي تعليقات، الناس كلها تشوفه، الناس لا تفاجئ باي حاجه، يبقى معفوف ايه اللي هنعمله. نبتدي بعد كده في نقل الاختصاصات واعداد المفتشين. هياخدوا دورات تدريبيه وفقا للاعمال اللي هيعملوها وتخصصاتهم. في مجال لعمل خريجين الطب البيطري والزراعه والعلوم والاقتصاد المنزلي والحقوق والتجاره، كل واحد والهندسه والصيدله والطب البشري، كل واحد حسب تخصصه. لانك انت بتتكلم في البلاستيك، وبتتكلم في الاوعيه اللي بتتعمل بيها، وبتتكلم في نوعيه الحاجات التي تلامس الغذاء، كل ده تخصص سلامه الغذاء. فلا يوجد انسان اطلاقا متخصص في كل هذا. الحاجات دي كلها كل واحده من دول لها تخصصه، وبالتالي سلامه الغذاء لا تتبع اي وزاره معينه. فدي حاجه مستقله لابد ان هي تتعمل بشكل مختلف عما يجرى به الان. نعم. احنا بنشكر الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء المقترح انشاء. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا في برنامج رأيك بصوتك. وطبعا احنا بنتمنى لحضرتك التوفيق والنجاح، وان هذه الهيئة تؤدي الدور المنوط بها من قبل الدولة، وحتى يتحقق حلم المستهلك في ان هو يتناول غذاء امن في اي مكان. طيب احنا بينضم الينا ايضا الدكتور محسن صيام، وهو وكيل اول وزارة الزراعة سابقا. دكتور محسن مساء الخير واهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. دكتور محسن، أهمية إنشاء هيئة لسلامة الغذاء في مصر. والله الحقيقة الموضوع ده يعني اتكلم فيه ناس كتير قوي، وبدأت البوادر بتاعته تظهر بظهور القرار 106، بس بكل أسف 106 لسنة 2000، بس بكل أسف القرار انحرف عن مساره انحراف شديد، وما زالت القرارات اللي اتخذت من خلال هذا القرار الجمهوري ما زالت سيده لغايه النهارده. نعم. بمعنى ايه؟ انا عندي النهارده في غذاء محلي وفي غذاء مستورد. نعم. الغذاء المحلي بالنسبه للطب البيطري اساسه المجازر. المجازر بحاله سيئه بكل اسف. قليل قوي 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 من المجازر الموجوده حاليا بتتبع فيها كل الوسائل الصحية. نظرة من الحكومة للمجازر، لأن لو طلعت اللحمة سليمة من المجزر هتتنقل بطريقة صحية وهتعرض بطريقة صحية، هتوصل للمستهلك بطريقة صحية، وده بكل أسف مش موجود. ده بالنسبة للحوم. تمام. مش على هذا كل المنتجات الحيوانية الأخرى. نيجي للسلع اللحوم المستوردة أو المنتجات ذات الأصل الحيواني. قرار 106 اساء للاطباء البيطريين بكل اسف اساءه لا يتصورها انسان. هل تتصور حضرتك النهارده ان الطبيب البيطري
ممنوع عليه انه ياخد عينه من المنتجات ذات الاصل الحيواني وتتفحص في المعامل البيطريه بتاعته؟ قرار 106 بيقول كده بكل اسف. هل استعاض عنه شيء اخر؟ يعني يعني تم الاستعواض عنه مثلا بطريقه ثانيه او معامل اخرى تبع وزاره الصحه؟ صح اوكي انا مع حضرتك، بس هل اللي بيفحص هذا داخل معامل وزاره الصحه طبيب بيطري درس او طبيب بشري درس زي ما درس الطبيب البيطري؟ الطبيب البيطري درس سنتين مرابطه اغذيه، سواء كانت لحوم، سواء كانت اسماك، سواء كانت اي منتج من الاصل الحيواني. لو ده موجود على راسي من فوق، ما بقولش لا، انما بكل اسف ده مش موجود. يعني حضرتك شايف ان في نوع معين من انواع عدم الاهتمام بالمنشا بتاع السلعه نفسها؟ هقول لحضرتك على حاجه، ابسط حاجه النهارده لو جت رساله مستورده من الخارج لمنتج ذات اصل حيواني، تمام، في اي حاجه تونه مثلا، تمام، حتى تصور حضرتك ان الطبيب البيطري دوره ان يفحصها ظاهري دون سحب عينات منها. طب يعني هل هذه العينات بيتم مثلا سحبها في وزاره الصحه او في اي مكان اخر؟ بتفحص بطريقه اخرى. تمام. هل بتفحص على درجات حراره مختلفه؟ اسف ده ما تمام بحصل. طيب لكن دلوقتي احنا يعني لو تخطينا هذه النقطه واتكلمنا عن المقترح بانشاء هيئه لسلامه الغذاء، هل 10 على 10 يعني ده هيساهم في تطوير اتفضل في شرط بعد اذن حضرتك. اتفضل. هذه الهيئه لا تتبع وزاره الصناعه، لان احنا عانينا كتير من القرار 106 لانه كان تبع الرقابه على الصادرات والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والوردات، وكل الموبقات طلعت بسبب هذا القرار، بسبب التبعيه لوزاره الصناعه بكل اسف. طيب هي يعني ايه؟ يعني ايه المشكله في هذه التبعيه يا دكتور مصر؟ الهيئه العامه لسلامه الغذاء يتبع رئاسه مجلس الوزراء. تمام. ليه يا فندم؟ ايه السبب يعني ان ما بقاش تبع وزاره الصناعه؟ عشان ما يبقاش في حد ايا كان يتدخل فيه. هل تتصور حضرتك ان رساله ممكن كان الاول الرساله كانت لجنه التظلمات بتتبع وزاره الصحه وممثل فيها الجهات بتاعت السحب؟ نعم. تمام. لو العينه اتسحبت واترفضت من حق الراجل انه يتظلم مره واحده بس ويعاد فيها سحب عينه موسعه وتفحص مركزي مش في المعامل الاقليميه، انما بكل اسف قرار 106 ده الراجل صاحب الشأن النهارده من حقه حسب القرار 106 انه يختار المعمل اللي تتحس فيه رساله، ازاي؟ يعني كلام انا مش يعني كلام طيب. لا يعقل. طيب دكتور محسن، يعني لو تجاوزنا مرحله يعني الاغذيه المستورده من الخارج ولا اتكلمنا عن المطاعم او الاماكن اللي احنا كلنا واولادنا وكل اهالينا بياكلوا فيها، انا كطبيب بيطري هل النهارده اقدر انزل افتش من غير حاجه تبيني؟ بس وصلت رساله؟ تمام. طيب يعني هل متخصصه لهذا الموضوع؟ طب بالنسبه للمطاعم يا دكتور، هل تعتقد ان هيئه سلامه يعني او الهيئه المزمع انشاء او المقترح انشائها، هل هتساهم في الحد من مثلا المعروض من المواد؟ يعني بعض المحلات بعد ما بناكل فيها وبنبقى بتبقى معروفه بنكتشف ان هي بتستخدم مثلا اغذيه فاسده سواء لحوم او غير لحوم. حضرتك ان الفتره اللي فاتت كان في الدنيا سايبه، تمام، سايبه لدرجه فظيعه. تمام. ما تتصورش حضرتك النهارده ان في لجنه ممكن تنزل تفتش ولا لوحدها، استحاله، هتتعرض لبلاوي زرقاء. طيب يعني طب والحال من وجهه نظر حضرتك في هذا الموضوع؟ لازم يكون معاه حد يحميها، لان انت تقرر بدخل واحد في المحكمه. خدت بال حضرتك؟ لازم شرطه متخصصه لهذا الموضوع. طب بالنسبه للسيارات اللي متواجده في الشارع، عربيات الكبده وعربيات الفول والناس اللي بتبيع في الشارع سندوتشات، يعني كيف من وجهه نظرك ان احنا يعني ولا نقطع عيشهم زي ما بيقولوا ولا وفي نفس الوقت يبقى نضمن ان هم المنتج او المباع منهم؟ السلبيات بتاعت الفتره اللي فاتت ما زالت موجوده لغايه النهارده بكل اسف. تمام. دي لازم 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 تكثيف الحملات. تمام. وانا سعيد جدا ان وزاره الزراعه عينت دفعه كبيره من الاطباء البيطريين في الهيئه العامه للخدمات البيطريه، لان كان في عجز شديد. تصور حضرتك من سنه 94 لغايه النهارده يمكن دي اول دفعه كبيره تتعين في وزاره الزراعه في الطب البيطري.
النهارده ما عدتش تلاقي، يعني نادر جدا يعني اللي بيتعين، اللي كان بيتعين الفتره اللي فاتت دي هم اوائل خريجي كليات الطب البيطري. فالهرم اصبح مقلوب. ما تنتظرش النهارده من دكتور درجه اولى ان ينزل يفتش او ينزل يعرض نفسه للمشاكل دي كلها، لان العدد اصبح محدود ومشاكل الطب البيطري زي ما حضرتك عارف بقت كتيره. تمام. لازم التعيينات دي لازم فعلا ده يعني لازم يعني لازم يبقى في ان في تعيينات جديده، لان بلا جدال ان هذا الفرع هيروح له ناس وهيغطوا. تمام. يعني بنشكر الدكتور محسن صيام وكيل اول وزاره الزراعه سابقا على هذه المداخله. مشاهدينا الكرام، احنا دلوقتي هنطلع لفاصل قصير، بعد هذا الفاصل هنرجع على فقره شكوتك بصوتنا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في اخر محطه من محطات رايك بصوتك، وهي فقره شكوتك بصوتك. معنا اول شكوى الاستاذ احمد من الغربيه، تفضل يا استاذ احمد. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أنا طبعا متقدم بالشكوى دي لأني تقدمت لأكثر من مسابقة، وأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بقالي سنتين اتنين بتقدم لمسابقات معلنة من وزارة الرأي ووزارة النظام الاجتماعي، ولم أتلقى حتى جواب. حتى مسابقة التنظيم والإدارة اللي أنا تقدمت بها حسب الإعلام بتاع رئيس مجلس الوزراء السابق الباشمهندس محلب، ما حدش رد علينا ولا عبرنا لغايه النهارده، وانا معايا دبلوم صنايع من 2010، وطبعا ظروفي محتاج للعمل بشكل يعني ضروري جدا، لان بلغت من عمر 27 سنه ووالدي راجل على المعاش، وانا محتاج العمل بشكل يعني طبعا انت عارف ظروف الدنيا وظروف الحياه اللي احنا بنعيشها اليومين دول. نعم، انت حضرتك من انهي مكان في الغربيه يا استاذ احمد؟ انا من زفتة، مركز زفتة نفسه، محافظة الغربية. مركز زفتة محافظة الغربية، وحضرتك بعت في يعني اعلانات كتير عند وزارة اكتر من اعلان، ومعايا بس حضرتك ما يثبت ذلك يعني من ايصالات بالبريد، من ايصالات استلمتها من المكان اللي تقدمت فيه لورقي، من كل الكلام ده موجود معايا اهو. وحضرتك بقالي اكتر من سنتين اتنين اكتر من اربع خمس مسابقات تقدمت لهم، وما حدش حتى مجرد انه رد عليا قال لي انا مش عاوزك ليه، رغم ان القانون بينص على ان في 5% من ذوي الاحتياجات الخاصه يكونوا في اي مسابقه يتقدم يعلن عنها. وبقول لحضرتك حتى ما حدش عبرنا، ما حدش رد علينا، يعني حتى قال مثلا انت قابلت، لما قابلت ما قابلتش، وما قابلتش ليه، وايه اسباب عدم قبولي، رغم ان انا بقول لحضرتك من ذوي الاحتياجات الخاصه. طيب قول لي حضرتك في تخصص معين لحضرتك ولا انت محتاج اي وظيفه؟ انا اصلاح معدات كهربائيه، دبلوم صنايع اصلاح معدات كهربائيه 2010. تمام. بنشكر الاستاذ احمد بيكلمنا من محافظه الغربيه تحديدا مركز زفته، هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، وان هو قدم في كذا اعلان من اعلانات اللي اعلنت عنها بعض الوزارات زي وزاره التضامن الاجتماعي، ولكن لحد دلوقتي لسه ما جاتش فرصه ليه. احنا يعني بنطالب وزاره التضامن الاجتماعي ان هي تشوف حل للاستاذ احمد، يعني هو محتاج وظيفه لانه هو من ذوي الاحتياجات الخاصه. معانا الدكتور حسام من محافظة المنيا. مساء الخير يا دكتور، اتفضل. مساء الخير يا سيدي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك، اتفضل. الله أهلا يا سيدي، عبر حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب الأول، سيدي المشاهدين طيبين. كل سنة وسيادتك طيب. أنا يا فندم ملخص شكوتي الخاصة بجامعة السويس. جامعة السويس. نعم، أنا تقدمت فعليا في جامعة السويس نهاية أبريل 2015. كان الإعلان كان بالتحديد في كلية الآداب قسم علم النفس. تمام. أستاذ مساعد. أنا حاصل على الترقية من المجلس الأعلى للجامعات 2012 وأستاذ مساعد، وأنا واحد فقط على مستوى الجمهورية حاصل على هذا اللقب العلمي من خارج الصف الجامعة. من خلال إيه يا فندم؟ وتقدمت في الإعلان. اتفضل يا فندم. حضرتك بتقول إيه؟ من خلال إيه؟ من خلال المجلس الأعلى للجامعات أنا مترقي أستاذ مساعد من خارج الهيئة، يعني أنا مش صف جامعة. تمام. أستاذ مساعد. وتقدمت في الإعلان لأن كان عايز أستاذ مساعد ومدرسين ومدرسين مساعدين، وتقدمت للإعلان. تمام. وطبعا تابعت بالاتصالات والكلام ده كله، وعرفت ان هو اتاخد واحد اقل مني في الدرجات العلمي بهذا الشخص. في نفس الوظيفه. اتفضل. وبعت فاكسات بهذا الخصوص لمعالي رئيس الجامعه دكتور مهن مصباح، ومعالي النائب العام ووزير التعليم العالي والكلام ده كله، طبعا ما وصليش رد، ولحد دلوقتي لم يتم البت في الامر. واخد بال معاليك، انا ياسر بيه معايا الف 5 كتب داخل وخارج مصر، عامل 17 بحث علمي منشورين في مصر والدول العربيه والدول الاجنبيه،
اتبقى ايه تاني؟ انا بقول لمعالي وزير التعليم العالي دكتور اشرف الشيحي ايه اللي بقى يا اشرف بيه عشان انا اتعين في الجامعه؟ وليه بتاخدوا الناس اقل من الناس؟ على اساس ياسر بيه ان اللجنه المشكله كان اللي في اتنين فيها سعادتك اساتذه الاخ الفاضل اللي خدوه مكانه في الاعلام. هل ينفع ان هم يحكموا بين اتنين واحد منهم تلميذهم؟ لا طبعا. هل يجوز؟ لا طبعا. طيب يعني هو طبعا وصل، اعتقد ان يعني هذه الشكوى شكوى بالفعل، واحد يعني معاه درجات علميه ويصل لدرجه ان هو عالم، يعني هو الف لي مؤلفات، هو ذكر لي خمس مؤلفات ولم يحصل على هذه الوظيفه. يعني احنا بنطالب الدكتور ماهر مصباح وهو يعني رئيس جامعه قناه السويس ان هو ينظر للدكتور حسام، هو احنا طبعا معانا يعني اسمه الثلاثي والبيانات الخاصه به عندنا في البرنامج، يعني يا ريت يتعين لان ده حلمه هو نفسه يحققه. اعتقد ان الانسان بيكون عنده حلم وعايز يحققه ما بيوصل ليه بيبقى هو اكتر انسان قادر على العطاء في هذا المكان. شكوتنا الاخيره من مدام ايمان، مش عارف ولا استاذه ايمان من الجيزه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا استاذ ياسر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. أنا حضرتك، أنا اسمي إيمان مصطفى وبعمل مترجمة في إدارة الكوميسا بوزارة الزراعة. حضرتك طبعا نهى عن الذكر إن الكوميسا دي كتكتل اقتصادي مهم جدا لمصر في مجال التعاون في مجال في قارة أفريقيا، لأن هي سوق ضخم ومفتوح للصادرات المصرية، بالإضافة لأنها بتعزز التواجد المصري في أفريقيا، وطبعا ده شيء مهم لينا خصوصا زي ما احنا سمعنا عن الأزمة الأخيرة في سد النهضة. نعم، أعتقد 15 دولة في الكوميسا دلوقتي يا دكتور ياسر. 19 يا فندم. بقوا 19. احنا 19 دولة ومصر من اهم الدول طبعا في هذا التكتل، وكل الدول في التجمع بتتطلع لها باهتمام جامد يعني. تمام. فاحنا الادارة دي هي كانت نقطة الاتصال مع منظمة الكوميسا في مجال الزراعة. تمام. وكان المديرين المنوطين بادارة الادارة كانوا من الدكاترة من حملة الماجستير والدكتوراه وحامل ومتخصصين في الزراعة، بالاضافة لانهم مجيني لعدة لغات. تمام. احنا فوجئنا سنة 2014 ان صدر قرار لسيدة اسمها إنس يماني، هي مهندسة زراعية بتقدير مقبول. الأستاذة كانت بتعمل بنصف الوقت، بمعنى ان هي كانت بتيجي يومين في الأسبوع بس، وكانت مجرد موظفة إدارية. عينوها على الإدارة، وكان مؤهلها الوحيد حضرتك ان هي كانت شقيقة اللواء محسن اليماني، كان مسؤول عن الكسب غير المشروع في وزارة الداخلية. يعني هي بمعنى اصح تعينت عن طريق الواسطه من احد المسؤولين في الوزاره، وقتها كان عليه علامات استفهام، كان اسمه الدكتور علي اسماعيل. المهم احنا حاولنا نتعامل معاها ان احنا نشتغل وكده، ففوجئنا ان الاستاذه مجرد المنصب ليها هي عباره عن مجاهه اجتماعيه مش اكتر. مفهوم الاداره عندها زيرو، هي كل المفهوم عندها ان هو الصوت العالي و اصدار اوامر وما الى ذلك. فما حاولنا نشتكي ان احنا عايزين حد تاني مؤهل ان هو يمسك الاداره، لان لمسنا الفرق بينها وبين السابقين. الاستاذه دخلت بقى في موضوع ان هي بدات تنكل بالموظفين، بدات تصدر ضدنا شكاوي، بدات تشهر بينا في كل مكان اننا موظفين مش كويسين وي وي وي، بالاضافه الى اننا حاولنا نشتكي داخل الوزاره وبره الوزاره، الا ان الاستاذه ليها اتصالات جامده جدا متعتم عليها جوه الوزاره وبره الوزاره. حاولنا نتصل لان نوصل لسياده الوزير ما عرفناش، المسؤولين برضه في الوزاره ما حدش عايز يسمعنا. ووصل الامر في الاخر ان هي بدات عايزه تصفي الاداره من الموظفين اللي فيها. نقلت اثنين من زمايلي نقل جبري بدون اي اسباب، والباقي بيحاول ان هو يشوف مكان تاني عشان يهرب منها ومبطشها، لان هي بدات تحاربنا كمان في الاماكن اللي احنا عايزين نروح نتنقل فيها. فاحنا كل اللي عايزينه حد يسمعنا ويشوف لنا حل للموضوع ده، لان دي اداره انهارت، وهي كانت اداره ليها اهميه جامده جدا في وزاره الزراعه، وكان ليها شغل جامد جدا في مجال التعاون الافريقي. بدات ترفض الشغل كمان اللي يدخل الاداره علشان ما تشغلش الموظفين. ده كنوع من العقاب. نعم. يعني الحقيقه
أستاذة إيمان موظفة في إدارة الكوميسا في وزارة الزراعة حكت مشكلة يمكن كلنا تابعناها معها، يعني مشكلة خطيرة فعلا، إن إدارة زي دي هي فعلا نقطة اتصال مع منظمة الكوميسا. منظمة الكوميسا دي منظمة ما بين بعض الدول الأفريقية، وهم عددهم 19، في بعض الدول بتنضم تباعا، كانت زمان حوالي 15 وانضمت ليهم 4 دول. هذه الدول بيبقى ما بينها تكامل اقتصادي وزراعي وفي بعض المجالات الأخرى، وده طبعا بيبقى لتعزيز النشاط التجاري المصري والنشاط المصري في أفريقيا. هذه الإدارة إدارة هامة جدا، يعني تنظر إليها وزارة الزراعة والسيد وزير الزراعة يعني في المرحلة القادمة، وبإذن الله هذه المشاكل كلها تحل. مشاهدينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى ختام حلقة النهاردة من برنامج رأيك بصوتك، ولم يتبقى لنا إلا أسئلة حلقة غدا بإذن الله تعالى. السؤال الأولاني بيقول: ما رأيك في موافقة الحكومة على استخدام الفحم النظيف في توليد الطاقة الكهربائية؟ كيف ترى التحذيرات التي أطلقها الخبراء من تأثير استخدام الفحم على البيئة؟ هل سيساهم استخدام الفحم كمصدر لتوليد الطاقة في حل مشكلة انقطاع الكهرباء بوجه عام؟ مشاهدينا الكرام، شكرا لمتابعة حضراتكم لحلقة برنامج رأيك بصوتك، يا رب نكون قدمنا حاجة مفيدة. شكرا لحضراتكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.